السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد اليوم عندنا غطاء كليماتيزير اللي طلبتوه مني بكثرة بقماش السكاي. هنا انا نتوما اللون اللي بغيتوه. هنا عندنا ليميزير نستحقوا قطعة فيها 81 سنتيم على 63 سنتيم، 81 سنتيم على عرض 63 سنتيم. نستحقوا قطعتين تاع الجوانب فيهم 21 سنتيم على 29 سنتيم، ونستحقوا قطعة فيها 81 سنتيم طول على عرض. هنا انا ندير 10 سنتيم ومن بعد نقصت في الخياطة، من بعد نقصت ديرو حوالي 4 سنتيم فقط، جاتني زيادة. هذيك القطعة هذه الزيادة اللي راح نديروها من الخلف، ندخلوها مور الكليماتيزير. هادو قطعتين راح نقطعهم انا، الكليمة تاعي ماهيش مستطيلة من الجوانب، جاية شغل هكا دائرية في مع التحت مقنتة. سحقوا قطعتين هم هنا كلش باين، من بعد في اخر الفيديو راح نوريكم كيفاش ندو قياسات كليماتيزير. نجو هنا للقطعة هذه الطويلة تاع 83 سنتيم، عفوا 81 سنتيم. هنا انا نزايد الخياطة، ثم تحسبوا القياسات توجور تزيدوا 2 سنتيم، 1 سنتيم من 1 سنتيم من جوانب قطعتين. هنا هاني قطعتهم انا القطعتين، كنت مقطعتهم مستطيل، من بعد عاود جيت هنا قوستهم. هنا نديروا الوجه على الوجه للكليماتيزور تاعها هكا، الوجه على الوجه، ونقطعوا هذاك التقنيط اللي درناهم كيف كيف في نفس الاتجاه يجونا خطأ، لق الوجه يكون على الوجه ونقطع. انا هنا قطعت، اللي تبغي تاني تطلع تدي الباترون تاع هذاك الجانب وتجي تطبقها على الاخر. جيت درت لهم كفات في الجوانب، الجانب اللي مشي قاصين منه، الجانب اللي قاعد طويل، كففت الجانب اللي فيه 29 سنتيم ونصف في التنين، كففت الجهتين نصف. نجيبوا الان جهة اللي راح تجينا في الجنب. هنا ركزوا معايا مليح، الجهة هذيك المقوسة راح تشوف لينا منها، راح تكون منها. نجيو الان للجهة للعرض 21 سنتيم اللي ما هيش مقوسة، 21 سنتيم. نجيو نبلاصوها من جهة العرض، من جهة 3 سنتيم، نجيو في القنت تاع 63 سنتيم، نجو هنايا قلنا من جهة العرض 21 سنتيم راح نبلاصوها في 63 سنتيم. راح الوجه كل وجه، جهة 81 سنتيم ما حنخيطو فيها والو، هي جهة طول الكليمة. حنا هذه راح نبلاصوها في جهة العرض، وداك التقويس راح نديرو واحد من وواحد من هنا. اسيو تركزوا باش ما تخطئوش كي تبلاصو هاد الاقواس. هذيك الجهة فيها 21 سنتيم راح نبلاصوها في هذاك الكوان تاع قلنا العرض 63 سنتيم، راح نخيطو تما. بعد هاني هنا خيطتها، نجي الان نكمل. حنجو هنايا بعد ما خيطتها حنجي نكمل، نقعد نخيط غير من جهه 63 سنتيم. نجيبو كاع هذاك هنا غير بشويه نحابلو معاها، ندوروها غير بشويه اللي ما تطيقش تثبت بالدبابيس. نكملوا هنا الخياطه ونزيدوا، غير كملنا هذيك 63 سنتيم غادي تجينا قياس مع هذاك الطول مع القوس هكا، غير دورنا كامل هكا حتى نوصلوا للنهايه، حتى نوصلوا للنهايه ونخيطوها. دوكا خيطها ونولي معاكم. هنا بعد ما كاع خيطتها، بعد ما خيطت كامل هذيك، بعد ما خيطتها هنا كامل، نروحوا للجهه الثانيه بنفس الطريقه. ركزوا فقط بنفس الطريقه، نخيطوها كاع على الطول، ما تغلطوش. فقط اللي قلنا الاخرى تاع هكا الجوانب ما تغلطوش، لقيت تكون وحده صادين من وحده من، ما تخيطوهمش في نفس الاتجاه. نجو للتاني نعاود نشرح لكم. هنا نجو لجهة 21 سنتيم،
هنا مزيده حق الخياطه واحد، راني مزيده هنا انا عندي في الكليمه 19 سنتيم، نجو من جهه 63 فقط، حزو تغلطوا وتعاودوا تخيطوا من الجهه السفليه، من نفس الجهه اللي خيطتوا منها تخيطوا منها هنا من جهه الاعلى، نبداو من جهه الاعلى نخيطها هذاك العرض، ما خيطوا والو في الطول، نخيطوا في العرض اللي راح يدور لنا على الكليماتيزير اللي هو 63 سنتي. هنا بعد ما خيطتها ندير نفس الطريقه اللي درتها في الاولى، نجو هنا غير بشويه نبلاسيوها ونفوت عليها كامل بالخيط، ندورو غير بشويه ما سيحفوها، ما راح لا يغبنكم لا والو، هالسكاي سهل جدا في الخياطة تاعه، هنخيطوها كامل ونولي لكم. جهة قلنا 81 سنتيم ما ديروش فيها، هنا راني نهضر ونعاود في الهضره بس كل مانيش حكمه الكاميرا مش حكمت لي غايه، راني خايفه ما تفهموش، غير بشويه هاني خيط هنا الجهتين في التنين، هنا جات انا عندي فتاتة زيادة راني من السكاي هنا راني مقطعة تعوج دوك نقصها، هنجو الان للقطعة اللي 81 سنتيم طولها وعرضها قلنا هنا 10 سنتيم، انا حنقص جاتني كبيرة بزاف حندير فيها 4 سنتيم فقط، حنزيد نقطع منها كي خيطتها جاتني كبيرة، ما نلصقوها في جهة 81 سنتيم في الجهة العلوية في الجهة اللي بدينا منها الخياطة تاع القطعتين، ماشي في الجهة اللي كملنا فيها الخياطة، في الجهة العلوية راح ندخلوها مو الكليماتيزير. هاني هنا بعد ما خيطتها دوك نزيدو نخيطوها، قلنا هنا 4 سنتيم، انا هنا دوك نعاود نحل ونقطع، خيطوها مع الجوانب جهة التقويص راها تحت راكم تشوفوا، خيطوا من الجهة المستقيمة جهة التقويص راها تحت، دوك هذيك القطعة الصغيرة نبلاصوها من الجهة اللي انا معطفين فيها، هذه باش تجينا قلنا في الخلف تاع الكليمة باش تشد لنا غاية القطعة تاعنا، وهاد الجهة الثانية ثاني حنخيطوها بنفس الطريقة من الجهة المكفة، الجهة اللي ما فيهاش التقويص، الجهة العلوية. هنا هاني كملت بلاصيت، هاني هنايا نقصت هذيك القطعه، هذا ما نحتاجو فقط صغيره، انا كبرتها ما باش تدخل لي مور الكليمه. هنا بعد ما كملت دوك الان نوري لكم التقويص، راه دوك في الكليماتي في نوريها لكم في الاخر في الكليماتيزر نوري لكم كيفاش ديت القياسات، هذه لا كليم تاعي انا مفصله هكا 63 سنتيم، هذيك ديناها عندي جوانب مقوسين، هذيك 63 سنتيم عفوا حسبناها من الاعلى حسبتها من الاعلى من سطح الكليمه والوجه اللي يشوف فينا والاسفل لتحت، الكليمه تجي هكا دايره، معناتها حسبت السقف والوجه اللي شايع علينا والاسفل، هذيك 63 سنتيم، انا هنا تلقيت 61 سنتيم قلنا وزدت 1 سنتيم 1 سنتيم للخياطه بويسك في منا ما وريتكمش درت لها كفه في الجهه السفليه درت لها كفه، والطول تاعنا 81 سنتيم 81 سنتيم. والجوانب عنا تنين، حسبت هذاك هكا وحسبت شحال يهود، هنا قطعت مستطيل، وكيفاش درت داك التقويص حسبت التهويده شحال، درت نقطه ودرت قوس لصقته بين بين الطرفين هكا قطعت باه يجيني التقويص في نفس المكان، ما حش نقوس قوس كبير ولا صغير ولا ان شاء الله تفهموا تاع
تركزوا غاية تفهموا. الحكومة قياسات، هذا قلنا بدلته رجعته 4 سنتيم، البداية تقوم حساب 10 سنتيم. هذاك هو الطول تاع 81 سنتيم، ان شاء الله تكونوا فهمتوا. 63 سنتيم هي تاع السطح والوجه والاسفل، والقطعتين هم باينين، قلنا قطعناهم مستطيلة ومن بعد قوستها، جيت من هذه الجهة خليتها مستقيمة، والجهة المقوسة شدتها وين حتى تتقوس، عديت هذاك درت نقطة ولصقت بين الأسفل والأخرى والنقطة وقطعت. إن شاء الله تكونوا فهمتوني، إن شاء الله الشرح واضح. اللي ما كش حاجة ولات أني في لي كومنتير، ما تنساوش تدعيم القناة واللايك وتبارطاجو مع أحبابكم. والغسالة إن شاء الله في القريب، غطاء الغسالة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.